تفاصيل لحفل زفاف تكلف مليون دولار معانا في فقرة عالم الأرقام. ورح نعرف اليوم مين النكدي أكتر، الرجل ولا الست، مع دكتور رضوى سعيد استشاري الطب النفسي. وكمان هنشوف منار حازم اللي عملت فساتين السعادة عشان تحارب بيهم الاكتئاب. مي عبد العزيز فنانة مختلفة جدا، هنسمعها ونتعرف عليها أكتر كمان شوي. طبق جديد وأكل جديد رح يقدم لنا ياها الشيف المغازي بمطبخ نص الحلو.